ما شاء الله. أوقف الأول الزوج يأخذ النصف عند عدم فرع الوارث، فرع الوارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن، والثاني البنت تأخذ النصف بشرطين، عدم معصب وعدم الماثل، معصب ابن فأكثر والمماثل بنت أخرى فأكثر. انتهت البنت، بنت الابن، عدم المعصب ابن ابن فأكثر، وعدم الماثل بنت ابن أخرى فأكثر، وعدم الابن وعدم البنت. انتهت بنت الابن. الأخت الشقيقة، عدم المعصب، عدم الماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. أخت الأب مثلها مع عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. ست شروط، الله يفتح عليك. نعم. أصحاب الربع، أصحاب الربع وانت واقف. الزوج متى يأخذ الربع؟ الزوج إذا كان عدم وجود الفرع الوارث. وجد فرع وارث، عدم فرع وارث نصف، وجد فرع وارث ربع، والزوج عكسه. عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، وجد فرع وارث تأخذ. انتهى انتهى الحمد لله. أصحاب الثلثين من يذكر؟ أصحاب لا حول ولا يا إخواننا، أصحاب الثلثين نفس أصحاب النصف، عدا الزوج الشروط نفس الشروط، لكن هناك عدم ماثل، هنا وجود مماثل، انتهى الأمر. بنات البنات يأخذن الثلثين، عدم المعصب وجود المماثل، صح؟ نعم. بنات الابن، عدم المعصب وجود المماثل، عدم الابن والبنت فأكثر. أخوات شقيقات، عدم المعصب وجود المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. أخوات الأب، عدم معصب وجود المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم أخ شقيق أخت شقيقة فأكثر. هذه تحتاج إلى دراسة، ها؟ ما تحت، احفظ. فكل حافظ إمام. الأم متى تأخذ الثلث؟ عدم نعم عدم وجود فرع وارث تعال هنا عندك. انت ضيف جديد؟ ايش؟ ضيف جديد؟ جيت المغرب. ها يعني قبل المغرب ما جيت؟ لا. حياك الله، تفضل هنا. عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين. عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو، صح هكذا ولا في خطأ؟ ها؟ الزوج، ما قلنا الزوج، ما لا الأم ما لا علاقة بالزوج. إذن الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، وعدم الجمع من الإخوة وألا تكون المسألة إحدى الغراوين وعمريتين. عندنا مسائل ثابتة ما تتغير، مسألتين يسميها العلماء غراوين وعمريتين. أب الأبوين مع أحد الزوجين، زوج أم أب، زوج أم أب، مفهوم؟ سموها هنا عندكم كذا ستاندر، يعني هذه شيء وحل واحد لها، ما تتغير أبدا، ما تتغير، حلها واحد. زوج أم أب من ستة، زوج ثلاثة، الأم واحد، الأب اثنين، زوجة أم أب أربعة، واحد للزوجة واحد للأم واثنين للأب، تسمى غراوين كالكوكب الأغر، عمريتين، لأن عمر رضي الله عنه قضى بهذا القضاء فيهما. إذن الأم تأخذ الثلث عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة تأخذ سدس، أي شرط اختل تأخذ السدس، انتهى. أخذنا الأم متى تأخذ الثلث ومتى تأخذ السدس. الجمع من الإخوة، الجمع عند الفرضين كم؟ ثلاثة؟ لا، اثنان فأكثر. هذا الجمع عند الفرضين، ليس لنا علاقة بأهل اللغة الآن. عندهم مثنى، المثنى والجمع سواء، تمام. الجمع من الإخوة اثنان فأكثر، ذكور إناث مختلفين، يأخذ الثلث عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكونوا جمع، أن يقسم عليهم الثلث بالسوية، الذكر كالأنثى، خالفوا الأصل. الأصل في الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخوة لأم لا سواء، الذكر فيهم كالأنثى. إذن أربع شروط،
عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمع اثنان فأكثر، ذكور إناث مختلفين، أن يقسم عليهم الثلث بالسوية. أخ لأم أو أخت لأم بنفس الشروط سدس، مفهوم؟ إذن جمع ثلث، انفراد سدس، عدم الفرع عدم الأصل الوارث، انتهى. انتهى الثلث صح؟ السدس أخذنا الأم وأخذنا الأخ أو أخت لأم ولد الأم. يبقى معنا الأب عند الفرع الوارث الذكور يأخذ السدس، ومع الإناث يأخذ السدس زائد باقي. الجد عند عدم الأب، الجدة عند عدم الأم، من بقي؟ بقي بنت الإبن فأكثر تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب لها ابن ابن فأكثر. أخت لأب عند وجود أخت شقيقة لها النصف وعدم المعصب أخ لأب فأكثر. عيد ما في إشكال، سوف يقرأ الشيخ وإحنا نشرح وبعد نسمع إن شاء الله. نعم.